عايزه تقول لك كل طيب. وانت طيب. انا اتمنى ان مصر ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها الامن والامان، وكل واحد مظلوم ربنا ينصره، وكل واحد ظالم ربنا يعني يهدي. انا جيت طبعا لاني انا بحب اي حد بيكون مسلم متدين بيخاف ربنا، وطبعا سمعت جامد جدا عن قد ايه الظلم اللي وقع على الناس، وانهم اتقتلوا ظلما وعدوانا. و يعني شاب تكون امه تعبت فيه وفي تربيته، وانسان سبحان الله كلهم ما شاء الله عليهم سيره ذاتيه، مناصب كويسه في الجامعه، اللي دكتور والمهندس وكلهم ما شاء الله عليهم. ده اللي خلاني وانا ام، وكل واحده في مصر ام، حاسه يعني ايه الامومه. ده هو اللي جابني. فبقول يا رب اهدي كل عاصي ونور بصير الكل ضال، ربنا يهدي الى الحق. سنين الدين بتاعنا جميل، الدين الاسلامي بيحب الناس كلها. عمر انسان مسلم تلاقيه بيعتدي او ارهابي، بالعكس. انا نفسي اسمع الناس كلها ان هو ده، من غير ما تتكلم الواحده هي دي المسلمه اللي خلقها جميل، اللي بتحب الناس، بتحب الجار، بتعطف على الفقير. هو ده سنين اللي جابني هنا. كمان انا اعرف ناس فقراء جدا، رحت لهم مره كزياره من قد ايه، معلش انا هطول عليك لاني انا نفسي صوتي يسمعه كل واحد. الفقراء دول تتخيل يمسكوا اولادهم يحبسوهم في الاوضه عشان ما يشاركوش الضيف في سوري جدا في وجبه الضيافه. الام تحبس ولادها والولد يبكي نفسه ياكل من الحلوى او ياكل من الطعام اللي تقدم للضيوف، والام تقول له عيب استنى اما الضيوف تاكل الاول. بالله عليك يا الناس بالخلق دي هيبقوا ارهابيين، بالله عليك بالناس دي بالخلق بتاعتهم دي هيبقوا ناس وحشه. اتقوا الله، كل واحد يتقي الله. انا ماليش دعوه اذا كان في انسان ما بيمثلش دينه وسلوكياته او طريقه كلامه، فدي مشكلته هو. بس اغلب الناس دي غلابه فقراء، وفي نفس الوقت كافحوا لعيالهم ربوهم على قال الله وقال الرسول. وتاكد الانسان اللي تربى على قال الله وقال الرسول ده عنده قيم ومثل وخلق، كل واحد هياخد منه حاجه حلوه بالكلمه الطيبه بالمعامله الطيبه. انا بصراحه ما اعرفش لاني انا تملي، بقول التملي القوات المسلحه لها اسرارها ولها خصوصيتها. بقول لكل واحد يتقي الله، واعتبر اللي مادة ابنك كان ايه شعورك. ابنك ربيته على قال الله وقال الله الرسول وحفظ القرآن، تأكد الناس دي معظمهم كانوا بيحرموا اللقمة من نفسهم عشان يحفظوا ابنهم القرآن الكريم، والقرآن الكريم عمره ما كان وحش، بالعكس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لنا والله لا يؤمن، بما معنى الحديث والله لا يؤمن اللي هو ما يأمنش جاره بوائقه. بوائقه يعني السوق الوحش، أي حاجة ضرر. طيب ما قالش بقى اني لا للمسلمين بس، لا قال عامة. الجار في الوظيفة، الجار في المجلس، الجار في كل حاجة، كل من يجاورك لازم يلاقي منك الخلق والطيبة والكلمة الحلوة. هو ده كده. أنا نفسي كل الناس تترجم الكلام ده لجميع العالم، ويعرفوا إن الدين بتاعنا ده دين رحمة ودين مودة ودين. متأكد أنا لما ألاقي ابني هتربى على قال الله وقال الرسول هيبقى بيطيع امه، بيطيع ابوه، بيطيع الناس، عمره ما هيخون صديقه، عمره ما هيأذي صديقه، عمره ما هيقتل صديقه، استحاله.
استحالة، بالعكس هيحب بلده ويحب القدوة بتاعته الصالحة. فأرجو إن صوتي يوصل لجميع كل مسؤول. ثانيا أنا نفسي بقى أقول إن الحجاب ليه الحجاب بيتنافروا منه؟ الحجاب فضيلة، بالعكس بيزود المرأة جمال، لأن المرأة طول ما هي اتحشمت وبقت جميلة كده، هو ده الجمال، هو ده الرقة بتاع المرأة. صدقني يا كل، أنا نفسي كمان الممثلين للممثلات، أنا بحبكم بس بتمنى إنكم تقدموا الحاجة اللي تتناسب مع خلقنا والدين بتاعنا. احنا ناس شرقيين بنحافظ على عاداتنا، اولادنا الالفاظ البذيئة اللي الواحد بيسمعها في افلام بيسمعها في اي حاجة دي، تأكدوا انها بتخلي رصيدكو الجميل الحلو في قلوبنا بيقل. وانا واثقة انكم مواطنين وبتحبوا بلدكو وبتحبوا كل فرد، فارجو انكم تضموا صوتكم يلي طول عمركم مواطنين، مواطنين بمعنى كلمة مواطنين، تضموا صوتكم وإحسانكم وحبكم للناس الطيبة دي.